سعادة العميد، إذن إعلان روسي بالانسحاب من مدينة خيرسون، وهذه المدينة التي ضمتها موسكو في أواخر سبتمبر الماضي. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. في الواقع طبعا يعني هذه من الجمهوريات الأربعة التي ضمتها روسيا، وقالت أنها أصبحت تحت المظلة النووية لروسيا. طبعا اليوم نحن في اليوم العاشر من الشهر أو الحادي عشر من شهر 11. المعارك بدأت قبل يومين، في الواقع بدأت في صباح التاسع هذه المعارك. في البداية عندما دخلت قوات كان هناك اشتباكات عنيفة على محاور باسا ديفوسكي، هذه المحاور التي دخلت منها، وعلى محور آخر دخلت القوات الأوكرانية، وأصبحت هناك يعني كثير من الاشتباكات، ويعني أقرب إلى المعركة التصادمية بين الطرفين. يعني نستطيع أن نقول الآن عندما وجدت القوات الروسية أن الاندفاع الروسي، الاندفاع الأوكراني باتجاه المحاور والتغطية النارية الكثيفة والتقدم المدروس المدعوم بالتمهيد الجوي الناري والتمهيد المدفعي والصاروخي، كان لابد إلا أن يقوم وزير الدفاع الروسي بإعلان انسحاب من المنطقة التي أصبحت مكشوفة، وأصبحت هناك يعني مسافة بالمدى المجدي للسلاح الممدار والأسلحة القريبة، ظنا من الروسية طبعا. وهذه عملية يعني تستخدمها القوات في العقيدة الشرقية من أجل فض الاشتباك بين الطرفين، من أجل التأثير الناري الجوي على القوات، لأن عندما يكون هناك اشتباك يعني قريب تصبح فاعلية الأسلحة الجوية خفيفة على القوات المعادية. لذلك طبعا نحن أمام يعني تقهقر وعودة إلى خطوط، هذه الخطوط باتجاه المنطقة الغربية، باتجاه المنطقة الغربية لنهر الدنيبرو، من أجل إعادة تحصين القوات لمواقعها الدفاعية. ويعني هنا يصبح لدينا ممر مائي ربما تحتاج هذه القوات إلى اجتيازه، ربما القوات المدافعة ربما يعني أمامها أو هدفها من هذا الانسحاب يعني هدفين. الهدف الأول إما أن يكون، وهذا ما أستبعده لأن القوات الأوكرانية وجدت مقاومة من القوات الروسية في البداية، لذلك انسحاب إلى الخلف، نقول نحن ربما يكون الهدف أنه استدراج القوات الأوكرانية إلى منطقة وهذه تسمى منطقة القتل، لكي يعني يصبح الجيش ضمن فكي كماشة. طبعا هنا يعني هذا ليس مسلما به، لأن القوات الأوكرانية طبعا هي تقوم بهجوم استراتيجي، هجوم جيش استراتيجي، يعني لن يفوتها موضوع مثلا ترك الألغام. الروس تركوا الألغام في كثير من المناطق من أجل تدمير القوات الأوكرانية. الهدف الثاني أو الوجه الثاني من الأهداف هو يعني الانسحاب بسرعة كي لا تتقهقر القوات وتنسحب بشكل عشوائي من أرض المعركة. انسحاب منظم يعني تقصد دكتور عبد؟ نعم بالتأكيد، هي أرادت أن تذهب يعني أن تذهب وأن لا تتعنت في الدفاع عن تلك المنطقة، هذا عسكريا وعلى أرض على أرض الميدان. نعم، سأعود لك دكتور عبد الله مرة أخرى، أرحب بالسيد محمد اليمني. سيد محمد، كيف تقرأ عملية الانسحاب الروسي، انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون بعد حصار من القوات الأوكرانية لهذه القوات، وتقريبا كانت الأعداد بعشرات الألاف، ذكر أحد الخبراء من أوكرانيا بأنه كان في هذه المنطقة ما يقارب 60,000 روسيا من الجنود، انسحب بعضهم تدريجيا اليوم، كيف تقرأ هذه العملية؟ أولا أستاذي الكريم، لابد في البداية أن أسلط الضوء على أهم النقاط بخصوص هذه المنطقة، خاصة منطقة خيرسون، هذه المنطقة الاستراتيجية. لابد من خمسة نقاط في البداية. أول نقطة أقول لك بأن هذه المنطقة هي كانت أول منطقة سقطت في يد القوات الروسية ودفعت دفعة معنوية قوية لموسكو، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية هي أيضا بعد انضمام المناطق
الفنادق الأربعة من قبل الكرملين في 30 من سبتمبر الماضي إلى روسيا. فإن القوات الأوكرانية إن استعادت هذه المقاطعة ألا وهي مقاطعة خرسون مرة أخرى فهي ضربة موجعة إلى الجانب الروسي. أما النقطة الثالثة التي أراها أيضا مهمة جدا أن هذه مقاطعة خرسون هي أيضا نقطة استراتيجية، بمعنى أن يوجد سد أو مسد محطة خركوفا هذه لتوليد الكهرباء، وأيضا جسر أنتونوفسكي هذا الجسر الذي يربط بين المدينة وأيضا بالضفة الجنوبية لنهر دنبارو، هذه أيضا النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة التي أراها أيضا غاية في الأهمية، تمتلك ميناء مهم رئيسيا على البحر الأسود وعلى نهر دنبارو. أما النقطة الرابعة أستاذي الكريم أيضا هي نقطة مهمة جدا، هي تطل على بحر أزوف سواء الجنوبية الشرقية وعلى البحر الأسود أيضا الجنوبية الغربية. وأيضا أقول لك أستاذي علاوة على ذلك هي حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم وإقليم دوناباس من الدرجة الأولى. أما النقطة الأخيرة هذا أيضا يمتلك ميناء أوكرانيا هذا خرسون أو مقاطعة خرسون لبناء السفن في هذه المقاطعة. ولكن عندما نسمع أن وزير الدفاع للقوات الروسية قال بهذا النص نحن سننقذ أرواح جنودنا والقدرة القتالية لوحدتنا ولا أن إبقاؤهم في هذه المنطقة لا جدوى منها، وهذه القوات لابد من استخدامها في بعض المناطق الأخرى من مناطق القتال هذه أيضا جزئية. نعم سيد محمد، وصلت فكرة.